كرة القدم. على ملعب الصفاء كرر الريسينج فوزه على الأخاء الأهلي علي، فبعد أن هزمه في ثمن نهائي الكأس بهدفين نظيفين تغلب عليه اليوم بهدف دون رد. الأخاء أراد الثأر لخروجه من بطولة الكأس، لكن أداء لاعبيه كان دون المستوى وفشلوا في تسجيل أهداف في ظل تألق حارس الريسينج حسن حسين ليسجل عباس سويدان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 91 ويهدي الفريق الأزرق النقاط الثلاث. وعلى ملعب صيدا البلدي فاز الأنصار على المبرة بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة بدأها الفريق الأخضر بقوة وافتتح التسجيل عند الدقيقة 5 عبر معتز بالله الجنيدي. وبعد الهدف سيطر الأنصار على المباراة وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة سانحة ليسجل قاسم أبو خشفة الهدف الثاني عند الدقيقة 17 ويضيف الثالث عند الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني تحسن أداء المبرة في ظل تراجع غير مبرر للأنصاريين وسجل هدف تقليص الفرق عند الدقيقة 65 عبر اللاعب السوري ميدو ليضيف جواد قصير هدفا ثانيا عند الدقيقة 78. وفي صور تعادل التضامن مع شباب الساحل بهدف لمثله في مباراة متقاربة المستوى تقاسم فيها الفريقان السيطرة، فتقدم التضامن عبر المخضرم غسان شويخ عند الدقيقة 18 وعادل للساحل ديالو عند الدقيقة 33. الترتيب بعد الأسبوع 12: النجمة في الصدارة، يليه الصفاء ثم العهد، فالأنصار رابعا والأخير.